أهلا بكم. لسان الثعبان ناس كثير بتخاف منه، ناس كثير بتعتقد أنه فيه خطورة وبيسموه إبرة السم. اللسان في حركته بالنسبة لأشخاص كثيرين مرعب. إيش حكاية لسان الثعبان؟ ليش الثعبان عنده لسان؟ وليش اللسان مشقوق؟ وليش اللسان بيتحرك بسرعة؟ قبل لا نتكلم في الأشياء هذه، الثعبان مجرد حيوان زي ما اتفقنا، محتاج أشياء عشان يعرف بيها البيئة المحيطة اللي حواليه. الثعبان ما في أي خطورة، ما في أي مشكلة، مجرد أداة بيستخدمها الثعبان عشان يعرف الأشياء اللي موجودة في البيئة اللي هو عايش فيها. حركة اللسان السريعة بتعرفنا إنه الثعبان منتبه، لأنه الثعبان لما بيكون نايم ما بيستخدم لسانه نهائيا. الثعبان لما بينام عيونه نفسه هو صاحي، ما في جفون، فما بنعرف إن كان نايم أو صاحي، منتبه أو غير منتبه، إلا من حركة اللسان. اللسان بالضبط زي الأنف عند الإنسان، بمجرد ما نشم ريحة نعرف إيش اللي موجود، في مشوي، في طبخ، في حاجة. اللسان عند الثعبان نفس الحكاية بالضبط، بيلتقط الأشياء اللي موجودة في البيئة وبيدخل جوة الفم في عضو اسمه عضو جاكوبسون، موجود في أعلى سقف الحلق. العضو هذا بياخد المؤشرات اللي موجودة في اللسان وبيحللها وبيعرف إن كان اللي موجود أكل ولا موية ولا رطوبة ولا حرارة، كل الأشياء اللي موجودة في البيئة بيعرفها عن طريق اللسان. حركة اللسان بتعتمد على حاجة الثعبان، يعني الثعبان لما بده يعرف إيش الأشياء اللي موجودة حواليه، حركة اللسان بتكون من فوق لأسفل، حركة سريعة جدا. لو في أشياء شاكك فيها إنه في أكل أو في حاجة حواليه، يبدأ اللسان يتحرك ناحية الجهة اللي الثعبان مهتم بها. ليش اللسان مشقوق؟ ومعظم الزواحف لسانها مشقوق. لو تخيلنا إنه هذا الجزء هو اللسان، حنلاقي إنه المساحة كبيرة، لكن لو شقينا المساحة دي حتزيد المساحة، فبالتالي اللواقط اللي بتاخد المؤشرات الخارجية بتكون أكثر، وبتكون أكثر دقة، يعني عددها كثير وبتكون دقيقة. فلما تدخل المؤشرات هذه لعضو جاكوبسون اللي موجود داخل فم الثعبان، بيحلل حتى الأشياء البسيطة جدا، حتى الأشياء البعيدة عن الثعبان. اللسان أي حيوان محتاجه. اللسان مهم جدا للثعابين. اللسان لو شلناه من الثعبان، أنا في اعتقادي أن الثعبان حيموت، لأنه ما حيعرف أي حاجة في البيئة اللي هو بيعيش فيها، ما حيعرف إن كان فيه أكل أو موية أو رطوبة أو حرارة، ما حيعرف ولا شيء، لأنه اللسان بالنسبة له هو الجزء الأساسي والمهم في حياته، هو اللي بيخليه يلف ويدور. لسان الثعبان ما يحتاج الثعبان يفتح فمه عشان يطلعه، في تجويف في مقدمة الفك خاص باللسان، فتحة صغيرة خاصة باللسان، من غير ما يفتح فكه، من غير ما يفتح فمه، الثعبان بيطلع لسانه بشكل طبيعي جدا، ما في أي مشكلة. داخل الفم في تجويف خاص باللسان، لما الثعبان يأكل اللسان بيدخل جوة تجويف خاص بيحفظ اللسان عشان لا يتضرر. اللسان مهم للثعبان، ولا أهم أنه نعرف قدرة ربنا عز وجل
إيش الأشياء اللي حطها في الحيوانات، إيش الإمكانيات اللي موجودة فيها، نفكر فيها ونتأملها. حاجة مهمة، ومو بس الثعابين، أي حاجة حواليننا لازم نفكر فيها ونتأملها. أتمنى من كل واحد فيكم بس يأخذ نظرة حواليه ويشوف إيش الأشياء اللي موجودة حواليه. صدقوني أشياء كثير جدا، وأشياء حلوة جدا، وأشياء ممتعة جدا، لكن ما بنشوفها إلا لو أتأملنا ولو قربنا منها. تحياتي أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.